اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامج مرحبا الصين. انا مقدم هذا البرنامج واسمي امين. منذ الطفوله احببنا جميعا مشاهد الرسوم المتحركه والتي تتميز بانواعها الكثيره، حيث توجد رسوم متحركه ثنائيه الابعاد واخرى ثلاثيه الابعاد ورسوم متحركه مرسومه باليد وغيرها. لكن هل تعرف ما هي الرسوم المتحركه التي تتطلب دقه اكبر في عمليه النحت، والتي يمكن أن تسمى الحرف اليدوية في عالم الرسوم المتحركة؟ إنها الرسوم المتحركة الطينية. لماذا نطلق عليها هذا الاسم؟ نترك المجال للنحات لو يان ليخبرنا عن ذلك. 通过一双手，你会看到什么？是感知，是创造，更是勤劳。今天的故事。 从一双手，一块泥巴，一部动画讲起。粘土动画是定格动画的一种，是逐帧拍摄而成的，可以称为动画中的工艺品。由于粘土动画前期主要依靠手工制作，从而赋予了它自然、淳朴。 色彩丰富，梦幻的艺术特色。这个粘土动画可以这么说吧，看过的人没有人讨厌。为什么呀？因为它接地气儿，大家一看都觉得，哎呦，这离我们生活很近，因为它很有质量啊，而且呢，它是实实在在的东西拍出来的，这是它的一个特点，就是质朴啊，而且它能一种回归那种手工原始的那种感觉。 粘土动画的制作过程复杂而细致，首先是动画角色的造型，需要骨架和附着在上面的粘土共同完成。其次是道具场景的制作，就是把故事里的世界用实物做出来，让角色在具体的场景里去讲述故事。进入拍摄阶段后，摆放定格动作最为辛苦。 جميل للغاية، لقد اتضح لنا أن جميع الشخصيات والمناظر في الرسوم المتحركة الطينية مصنوعة من الطين، وهذا الأمر يتطلب قدراً كبيراً من الجهد والتعب. نحن نشيد كثيراً بهذه الحرفية الرائعة والبالصبر الذي يتميز به النحات. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.